مش هسيبها ياما. افرض العمروتي وبنته طلبوا منك كده. روح. ما حدش اتشرط عليا ياما. انا اللي عايزني ياخدني زي ما انا حلو كده، وانا ما ضحكتش على حد. الكل عارف اني متجوز، وكرامه مش هسيبها، سواء خدت بنت العمروتي سواء ما خدتهاش. انت عارف ان العمروتي ممكن يجبرك تطلقها. يجبر مين؟ يجبر بخاطرك ربنا. كفايه وش يا ابني. بره يلا بط. يلا راحه راحه واشربوا شاي. يجبر مين يا امه؟ انا ما حدش يقدر يجبرني على حاجه، انا افندينا. انت لحد دلوقتي ذكرى حلوه في السوق واسم بيلمع، لكن ماضي. لا انت عايش في البيت اللي خده منك النوح، ولا جبت الحفيد اللي هيشيل اسمك. وانا لو عايشه لك النهارده ما اضمنش بكره. بعد الشر عليكي، يديكي طوله العمر. لا طول ولا قصر، هي ساعه ومكتوبه ومحسومه. وانا مش هموت يا خميس الا لما ارجع بيتي واشوف من ظهرك عيل يشيل اسمك. ياما انا ما اقدرش اظلم كرام اكتر من كده. كفايه اللي شافته معانا. البنت حسها راح لما شافت ابوها غرقان في دمه قصاد عينيها. مش هنعيده تاني يا خميس. انا بفكر بس، بفكر بصحصح الذاكره. دي بنت اخوكي. لسه فيك حته صاحيه مخوفاني عليك. لا اله الا الله. طمني يا طمني. العمروتي شاريني كده، وانا عاجبه زي ما انا كده، واللي بيعمله معانا بياكد لي كده. الراجل بيفضي لك سكه عشان تبقى كبير السوق، وحطك مع الكبارات، وحطك في وش الكل. دي فرصه، فرصه يا خميس. اوعى تسيبها علشان اي حد مهما كان عزيز عليك. النبي انت ما رحتيش قلت الكلام ده للخيل وسبتيه يقع في شبكه شوك. البنت انا سالت عليها جابولي قرارها اللي انتي ما قلتيهوليش. طلعت بنت تاريخ، يتوب علينا ربنا. ازاي بصيتي لنهاية دليدة؟ انا استغربت لنهاية دليدة وقلت ليه تعمل في نفسها كده؟ تنتحر ليه؟ الدنيا جميلة. طب اوقفي كده، يعني فسري لي، تفتكري ليه؟ انا معرفش ليه. هل الشهرة التي تجوب الآفاق الدنيا، هل ممكن الشهرة تبقى، أقول إيه، حبل؟ هقول لحضرتك حاجة. فضلي. كتير ناس بنسمع عنهم اللي انحصرت الأضواء منه إنه انتحر أو أدمن أو إلى آخره. دي كلها ناس ما هماش فاهمين الدنيا، فاهمين اللحظة التوهج اللي كانوا فيها بس ووقفوا عندها. يعني ممكن ما بعد الشهرة يبقى مخيف؟ لا مش مخيف، الطبيعة بتقول كده. الطبيعة بتقول كده إن كل وقت وله أدان، زي ما احنا بنقول بالبلدي. كل وقت وله أدان. أنت كنت مال الدنيا هيصة، لازم غيرك ياخد المكان. نعم. وأنت تبقى موجود برضو. نعم. بس مش بنفس التوهج. صحيح صحيح، واخد بالك؟ تبقى موجود. هل الظل مؤذي قوي للفنان؟ مش مؤذي، بيحسسه طبعا انه فقد حاجه، لكن ما يدمرش نفسه. هل شيخوخه الفنان بتبقى شيء قاسي؟ لا، لان الشيخوخه دي عليا وعليك وعلى ابويا. نعم. وعلى ابني وعلى حفيدي. ده. نعم. ده الطبيعه. ده الطبيعه. ليه انت مرتبطه قوي بجمله كررتيها اكتر مره وقلتي سنه الطبيعه؟ يعني خلينا لان مؤمنه بيها. مؤمنه بيها جدا. مؤمنه بالطبيعه جدا. ولذلك انا ما بقفش قصاد المرايه واقول ايه ده الخط ده ما اعرفش ايه، ده الخط ده ايه. بعد ساعات ابص في المرايه اقول ايه، والله كبرت يا محمح. بس بنفسك. لنفسك. والله كبرت يا محمح. بس بيشوفوك الناس ازاي؟ والله يعني ما دام قلت والله كبرت يا محمح، بيشوفوك ازاي؟ ناس كتير جدا يقولوا لي زي ما انت، زي ما انت يا مدام. اقول لهم كنتوا عايزين نبقى ايه؟ صحيح. تفتكري ملكة الجاذبية الجنسية مارلين مونرو لما دخلت حياة الرئيس الأمريكي كينيدي، هل ممكن العالم الجنس لما يبقى متفوق للدرجة دي يبقى يدخل في حياة السياسي؟ والله دي رجعة للشخصيات نفسها، رجعة لشخصية السياسي.
ورجع لشخصية الـ 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 المرأة اللي تعرف اللي في أفلام اتعرضت في مصر يعني مصرية اللي هي الراقصة والسياسي. هل أنت شايفة أنه السياسي باستمرار هو ولعبة الدور حلوة قوي نبيل عبد؟ نعم ده صحيح، لعبته حلوة قوي صحيح. قوي قوي كانت راقصة بك وعملت تمام الراقصة وعملت التعبيرات بتاعتها صحيح. لا عملت دور هايلة، أنا صحيح. كنت أديها عليه جايزة. هل السياسي في حاجة دائما إلى هذا لا الجو؟ لا. مش لا بالضرورة لا لا لا. ده بيسقط السياسي الجو ده يسقط السياسي. تفتكر ليه قتل كينيدي؟ هل وراء القصة؟ لا وراءها الأسلحة، الأسلحة الحرب فيتنام وليست لا لا لا. هل التكنولوجيا أفسدت حياتنا العزرية؟ قوليلي ازاي؟ أفسدت الأسرة، أفسدت الأسرة أصبح كل واحد ماسك له حاجة، كل واحد في جزيرة لوحده. هقول لك انستجرام على الهواء، عندك فكرة عن ايه انستجرام؟ لا. قلت انت ما بتعيش موبايل، ما بتعمليش انستجرام؟ لا. ولا ايباد بتستجرام؟ لا. انستجرام ده خاصية بتنزل على التليفون او الايباد، الشخص ينزل الصور المهمة في حياته. مش تفكري ان انا بعرف الحاجات دي. لا ما انا كنت لسه هقول لك، انا بقى ما بعرفش اسيب. يعني اللي يكلمني يقول لي نمرتي عندك سيبيها، اقول له ما بعرفش، يقوم يستغرب. بقى سميحة ايوب دي ما تعرفش تسيب في نمرة؟ انت رافضة من جوايا، مخي رافض حكاية اللي قاعدين. انا بشوف كل اللي قاعدين مش قاعدين مع التانيين، ماسك الموبايل وقاعد تك 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 تك. وفي إيه ناس طول ما قاعدة بتقرا الفيسبوك قاعدة في الفيسبوك ففي صحيح. حاجات انت بترفضها من جواك صحيح. انا اقول لك مجموعة من الصور مهمة جدا. صورة جماعتك بالزميلة فاتن حمامة في معهد السينما، كان امتى؟ كان واحنا في سنة اولى. سنة اولى كنا ماشيين، كان ايامها اسمه شارع فؤاد، شارع 26 يوليو. كنت انا وهي انت وفاتن ومدام نعيمة وصفي، انتوا الثلاثة، احنا الثلاثة ماشيين يعني بنشوف الباترين كانت شخصية ايه فاتن حمامة؟ شخصية عادية ظريفة لذيذة، يعني زميلة جميلة. يعني كان يبدو انها ستحقق شيئا فيما بعد، كان باين لان هي كانت مشهورة اكتر مننا، هي اشتغلت وهي طفلة بالظبط. كان محمد كريم ولا محمد عبد الوهاب؟ مع محمد كريم وعبد الوهاب. لا قصدي مين اللي شاور عليها؟ ما اعرفش، انا اظن انه محمد كريم. ما اعرفش لانها كانت عفريتة يعني لذيذة كشخصية. موهوبة. صورة جامعتك بالعميد زكي طليمات يوم اصبحت اصغر طالبة في المعهد. ده في سنة اولى. وبعدين ما كانش عايزني. ما كانش عايزك؟ ما كانش عايزني في المعهد. ليه؟ ما مالتش عينه، لاني كنت صغيره ورايحه بالمرياله بتاعه المدرسه، وما كنتش مقدمه مع البنات، انا كنت رايحه مع واحده زميلتي في المدرسه. قالت لي تعالي معايا وكده، وكان عندنا حصه العاب، المدرسه ما جاتش، قالت لي كويس انها ما جاتش نقدر نروح في الوقت ده. قلت لها بس هتاخر وما اقدرش اتاخر عن البيت. قالت لي لا احنا هنقول لهم في البيت ان المس تعبت، ورحنا وصلناها لغايه ما فاقت وجينا، فعجبتني فرحت معاها. كانت حصه الالعاب هي لبست وكده، لان هتقول امتحان وحافظه كلام باللغه العربيه، كلام غريب جدا كان بيتقال. وانا رحت معاها، فانا واقفه بعيد، فبعد ما خلصوا لقوا بنت واقفه بعيد كده، فقالوا ايه يا شاطرة انت ليكي؟ ايه يا شاطرة بتعملي ايه انت؟ اسمك ما خلاص خلصنا، انت اسمك مش موجود. قلت لهم لا انا ما انا جاية مع زميلتي. فواحد قال لي انت بتحب التمثيل؟ كان فيه ترابيزة كده وحواليها كذا شخصية وهم دول اللجنة. فواحد من اللجنة قال لي انت بتحب التمثيل؟ قلت له معرفش ليه قلت له، مع اني لا بحب التمثيل ولا في دماغي تمثيل. قال لي تحب تمثلي زي مين؟ قلت له زي يوسف وهبي وليلى مراد.
انا قلت يوسف وهبي وليلى وهم امهاته يا ضحك. اشمعنى اتاري يوسف وهبي قاعد على الترابيزه وانا مش عارفه بس ضحك. ففي واحد فواحد تاني قال له قال لي تعالى يا شطرة تعرفي تقولي حاجة؟ مش حافظة حاجة. قلت له لا. طب قولي حاجة. قلت له كان بيدلنا في المدرسة شعر. قال له طب قوليه. جيت أقوله ما عرفتش رحت معيط. فبصلي الراجل اللي قال لي قولي وبصلي كده والتاني بقى مش عايزني قال لي يا شطرة انتي صغيرة وحناخدك طالبة مستمعة مش نظامية لما يبقى عندي. كان عندي 14 سنة وقتها. قال لي لما يبقى عندك 16 سنة هخليكي طالبة نظامية ونأيدك في المعهد. بس دلوقتي هتيجي تحضري كطالبة مستمعة. بس مشيت وقلت الخالية كان غاوي تمثيل وغاوي شعر وعمل وكان مثقف وخريج سوربون وعمل ديوانين شعر. فبقول له تصور الراديو بيقول ان هم عايزين انسات وكده وافرض انا رحت المعهد ده وقالوا لي ناخدك طالبه مستمعه. فهم الحكايه. وبعدين بعد ياخدوني طالبه نظاميه. قال لي لا يا عبيطه انا هجيب لك اساتذه يعلموكي. قلت له طب وبابا وماما هنعمل فيهم ايه؟ قال لي سيبهم لي. القصد ايه؟ عملوا عركه وخدني عنده. لما رحت المعهد خالي خدني عنده. خدك عندك في البيت. الله. اذا ده عركه مع البيت. عركه مع البيت. خالي هو اللي تعارك. انا ما وهو ماليش دعوه. بابك ومامتك كانوا شايفين ان الفن لا بابا مش عايز. ما هو وقتها الفن ده ما يصحش. معهد التمثيل. معهد التمثيل. ما يصحش. تروح كليه مش معهد التمثيل. صح. فرحت المعهد اللي مش عايزني ده لقيته هو بيدرس لنا. ما عبرنيش. وقعد يعلم البنات التانيين ويدلهم حتت عشان يجوا حافظينها. يجوا تاني يوم مش حافظين ولا عاملين ملاحظات. اقول لهم لا الاستاذ قال كذا. يبص لي كده وتاني يوم يعلمهم برضو يقول لهم ويديهم ملاحظات وهم يجوا ميح. فقلت لهم لا الاستاذ قال لي تعالى يا فلحوسه انت احفظي دي وبكره جيتي مش حافظاها وعامله الكلام اللي انا بقوله مش هقبلك في الفصل. قلت له حاضر. رحت حفظتها وجيت زي القرده وقلت كل ملاحظاته وكله مظبوط. بص لي كده وقال لي غريبه اول مره يخن ذكائي. طلع مين ده؟ استاذي زكي طليمات. زكي طليمات اللي ما كانش عايزني. يا سلام. وبقيت اعز تلميذه عنده. واللي كان عايزني مصر جورج بي أبيض. أرجوك أنك تدي فكرة للناس للشباب الذي لا يعرف من هو زكي طليمات في سطر واحد. من كان زكي طليمات في ذلك الزمن؟ زكي طليمات كل الممثلين دول اللي في العالم العربي طالعين من العباية بتاعته. جميل. زكي طليمات كاسحة ألغام. رجل عمل معهد فنون مسرحية في ليبيا. رجل عمل معهد فنون مسرحية في الكويت. صحيح. رجل عمل معهد فنون مسرحية في تونس. العالم العربي دول كلهم تلامذته وتلامذته والراية بتتسلم. نعم. ولغاية النهاردة. ليه عندي شعور وانا بكلمك بتجيني في ذهني على طول نضال الأشقر؟ ليه؟ حاجة غريبة. تفتكري ليه؟ لازم النضال. لا صحيح. ما وانتوا يجمعكم النضال. هل نضال الأشقر فيها يعني روحك؟ هي يعني هقول ايه ست جدعة. ست جدعة. ست جدعة. طب ما انت ست جدعة. يمكن دي. قولي لي جدعنتك تتمثل في ايه؟ في ان انا ما احبش اقول حاجه ما اقدرش اعملها. يعني انت تيجي تطلب مني خدمه. نعم. ما اقولكش حاضر هعملها. اشوف اذا كنت هقدر اعملها ولا لا. ان ما قدرتش اعملها اقول لك لا ما تعتمدش عليا مش هقدر اعملها. يعني الجدعانه هنا الامانه. الامانه. والصدق. والمواقف لما تشوف حد محتاج لك في حاجه
أو تدافع عن حد ضعيف. نعم. يعني نعم. في مواقف. طيب في صورة جامعتك بالفنان القدير الراحل محسن سرحان، كنت دور أخته. آه. وبعد قليل صرت مراته. أيوه. قولي لي محسن سرحان عن قرب ما نعرفوش إحنا. راجل فنان. يعني أنا وقتها كنت تقريبا في سن مراهقة، يعني جوزت عندي 15 سنة، ما أقدرش أعمل صورة كاملة عن رجل. قعدت من جوزها قد إيه من فضلك؟ 3 سنين. أنت اللي طلبت الطلاق؟ قلت له إيه؟ كان يعني جت إزاي؟ جت كنا في عيد ميلاد، عيد ميلادي. نعم. فقال لي تحبي أجيب لك إيه على عيد ميلادك؟ قلت له نتطلق. قال لي ما أحبش الهزار في الحاجات دي. إيه ده؟ أيوه. في عيد ميلادك؟ أيوه. يعني الطلب اللي أنت طلبتيه الهدية الهدية بتاعتك في عيد ميلادك. أيوه. إنك تتطلقي؟ أيوه. هو طبعا قال لي ما احبش الهزار في الحاجات دي. قلت له لا والله مش بهزر، ده جد. انت قويه قوي، وكنت بتقولي كده ليه؟ يعني كان قصدك ايه؟ لان لقيت الحياه لن تستقيم، يعني قرون استشعار كده. طب بيني وبينك ليه اخترت اللحظه دي؟ لان كنت قاعده مؤرقه، عايزه اقولها عايزه اقولها ومش لاقي حد يسالني حاجه، فهو بيسالني انت عايزه ايه. طلقني. اه. وطلقك؟ لا، يعني قعدنا في مد وجزر وفي الاخر انتصرت. اسمع يا عزة، ما تضطرنيش. ايه ده، انت اتجننت؟ 2000 فدان وعمارتين ومصنع نسيج، كل دول ضيعتهم علشانك، وفي الاخر جاي تطرديني زي الكلب. انت عايز تموتني يا عزة؟ رصاصة واحدة هتشفي غليلي. انت مجنون. مستحيل اسيبك تعيشي بعد ما هزقتيني. عاوز ايه؟ بتبصيلي كده ليه؟ تسمح تجيب المسدس ده؟ انت مش جبت الورد؟ اتفضلي اخرجي. طب والمسدس اللي في ايدك؟ اخرجي لاضربك انت كمان. ياه، ده انت باين عليك زعلان قوي. بلاش غلبه وتفضلي اخرجي. تسمح تديني المسدس؟ هضربك. مش معقول، انت باين عليك ابن حلال وابن ناس طيبين كمان. بقولك هضربك. اذا كنت لازم تضرب حد اضربني انا. انا عاوز اموت المجرمه دي. وتضيع شبابك علشان خاطر واحده ست؟ هات المسدس يا سعيد. سعزة تبعت لك سبت الورد ده. أرجوكي ما تخرجيش غير لما أخرج معاكي. ما تخافيش، ده سعزة راجل طيب. أظن ما تقدرش تقول حاجة على السبت ده. أنا ما كسبتش منك حاجة علشان تبقى تشتري مني دايما. اتفضل. صباح على خير. صورة ليكي بتصرخي لما غريبة قوي ان محسن سرحان قفل عليك الباب ونزل وقال لك مفيش شغل. ما هو هي ده نتاج، هي دي احد الاسباب الرئيسية. وحاجات تانية بقى يعني. يعني حاجات خاصة يعني. يعني ما تشنهوش يعني. لكن تضايقني. ف يا تعيشوا بمعروف يا تفرقوا بمعروف. صورة ليكي بعد كده مع جان جاك روسو وسيمون دي بوفوار. متأسف مع سارتر. مع سارتر. سارتر وسيمون دي بوفوار. وسيمون دي بوفوار وطلعوا على خشبة المسرح وبصوا لك بحب واحترام. كانت ايه اللحظة دي؟ لحظة فارقة في حياتي اكيد. لان كان في رجل رئيس تحرير مجله الاوبزرفاتير الفرنسيه. نعم. كان جه اتفرج عليا في الندم لسارتر واندهش جدا ان في ممثله مصريه بتعمل ده، وان انا بعمل الدور كل يوم لانه دور مهلك ومتعب والممثله الفرنسيه بتعمله يومين في الاسبوع بس. فكان قاعد متمسمر في البنوار كل يوم يتفرج عليا، وبعدين طلب ان هو يقابلني فقابلته. قال لي شوفي انا معجب جدا بيك، وما كنتش اتخيل ان في فنانة مصرية تعمل دور صعب ومركب سيدة،
وانك انت بتعمليه بالتوهج ده، وقال كلام كتير قوي قوي قوي. سارتر انا هقول له ان في واحده في مصر، ممثله في مصر بتمثل مسرحيتك، وانك انت لازم تشوفها وما تفوتكش الحكايه دي. بعد مده راجل سافر. نعم. لا كان ايه، كان بعدها انا هروح اعمل مسرحيه للدكتور رشاد رشدي. نعم. فروحت عملت خيال الظل، فالراجل جه اتفرج عليا في خيال الظل. سارتر. ما انا كنت اعمل ايه؟ نعم. اعمل لا كلود ستيدا. ما انا كنت اعمل التحليل. ايه السواريه واعمل بروفات الصبح. بعمل سواريه بالليل بروفات الصبح، تنتهي البروفات اروح اعرض وتبقى المسرحيه دي خلصت. ما كنتش باخد اجازه. فجه اتفرج عليا، فشوف بقى الكلمه اللي قالها لي. قلت له ايه رايك؟ قال لي دي فيليه مش بطال. دي فيليه مش بطال. دي فيليه مش بطال. يا سلام. شوف الشغل هنا. نعم. كتابة. نعم. صح. فقلت له للدرجة دي؟ قال لي ده رأيي. بعدها سافر وبعت لجريدة الجمهورية مقالة وبيقول لهم قولوا للفنانة اللي عندكم سميحة أيوب إن أنا جيت ما لقيتش سارتر، لكن لقيته في الاتحاد السوفيتي. وكلمته وعرفت ان هو هيجي مصر، فقلت له اوعى تفوتك مسرحيه الندم بيعرضوها في مصر، واذا كانت اتشالت قول لهم يحطوها لك. وحصل، كان الاستاذ حسنين هيكل عزمه، فقالوا لنا في المسرح ان سارتر هيجي يتفرج على المسرحيه. كان البطل بتاعها سافر الكويت في حاجه كده بعثه او يعني اتنقل شغل كده، وجي فاروق الدمرداش عمل دور اورست. وعملنا بروفات وسارتر جاي. انا قلت ايه يعني؟ هو الراجل قال لي سارتر وقح، اذا ما عجبتهوش هيشتمك في وشك، ده وقح، انت عجبتيني لكن ما اعرفش هتعجبي ولا لا. فدي الكلمه دي في ودني. فانا نازله من بيتنا بقى يوم ما هعرض سايق العربية وأقول إيه؟ طز سارتر، يعني إيه سارتر؟ إيه يعني؟ أنا عملت المسرحية دي لشعبي، شعب مصر، ده اللي يهمني، لكن ما يهمنيش سارتر. ورحت وقعدت ولبست وكده، وقالوا لي اتفضلي على خشبة المسرح. هم قالوا لي اتفضلي، كنت لابسة فستان حرير، بصيت لقيت الحرير وقلبي بيتك تك 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 تك. دخلت المسرح، ليلة في حياتي ما شفت أختها. الـ 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 الفلاشات ملوا المسرح، العالم كله في المسرح، أعلى التياترو وعلى خشبة المسرح الناس بالفلاشات، فلاشات فظيعة، والعالم إيه ده؟ أنا فين؟ وتمسكت وقلت الأربع تستر الأولانيين، وما شفتش حاجة بعد كده. واشتغلت، وإذا بسارتر يطلع على السلم ويقول أخيرا لقيت إلكترا بتاعتي في مصر. وبسني، وكان توفيق الحكيم موجود، كان فرحان فرحة كأن بنته هي اللي بيتقال لها الكلام. نعم طبعا. كانت ليلة جميلة جدا. فبدك تقولي لجمهور نت من الشباب من هو سارتر؟ يا خبر أبيض. معلش أنا يهمني يعني على لسانك. الكاتب الوجودي الكبير، احد فلاسفة اوروبا. نعم. اللي عنده كذا. نعم. رواية. نعم. ومسرحية ودراسة. ايها الحراس، هيا مضوا علي، ثموا علي، هيا فرعوا به الى السجن. هيا ليت العظيم، هيا اتوسل اليكم ليت عظيم. من هو وكيله؟ لقد اقسام. اتركوا، انا موكلة، وإليكم أكياس الذهب 30,000 دينار نقدا وعدا. 30,000 دينار نقدا وعدا. من هذه المرأة؟ العاهرة التي أمامنا. العاهرة، العاهرة. مرحى مرحى، ختامه مسك. أنت أيتها المرأة،
أنت التي... نعم أنا التي فوضت هذا الرجل في المزايدة لحسابها، أليس كذلك؟ هي الحقيقة يا سيدتي. أنت تجرؤين على شراء مولانا المعظم؟ ولم لا؟ ألست مواطنة ومعي نقود؟ فلما لا يكون لي عين الحق الذي للآخرين يا سيد القاضي؟ نعم لك هذا الحق، إن القانون يسري على الجميع، لكنه أيضا يجب عليك أن تكوني على بينة من شروط هذا البيع. هذا طبيعي، إني أعرف أنه بيع. بيع له صفة خاصة، بيع بالمزاد العلني. وأنت مواطنة صالحة ويهمك صالح الوطن فيما أظن. بدون شك. إذن وكأي هذه الحجج؟ ماذا جاء في هذه الحجج؟ العتق. وما يعني هذا؟ ألا تعرفين ما هو العتق؟ أمعناه أن أتخلى عما في يدي؟ نعم. أتخلى عن المتاع الذي اشتريته في المزاد؟ هو ذاك. لا أريد التخلي عن. جميل جميل.